عمر طائي في حفلة عيد ميلاده، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع الفنان سلاوي اللي تفاعل على السناب شات بستوري جماعه مع صديقه صلاح كسواني. موثق. السلام عليكم. واحد موثق. الحمد لله. قبالة الجميع. لا ليش الجميع؟ يعني قبالة حساب. الله يسعد مساكم. هذا ابن عمي بيحكيش عربي. أميكو لابيرا كونساليس. نمر إلى قمر طائي اللي كانت امبارح معزومة لعيد ميلاد صديقها مجد، وكانت معهم أيضا صديقتهم بسملة. أترككم مع ستوريات المشاهير في عيد ميلاد مجد ورأيكم بخصوص هذا الخبر. ليش الأكل طيب؟ طبعاً خلصت الدولمة، خلصت بصراحة كثير طيبة صحة وهنا.